يا مساء الخير، يا مساء العافية، شلونكم حبيباتي؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم صحة وعافية وراحة بال. أول شي نصلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. مثل ما تشوفون اليوم الحملة العالمية على الزوالي، فقلت خلي أغسلهن لأن ما بقى لنا شي بعد، لازم نغسل الزوالي، نغسل البطانيات، شنو عندنا بردات وهاي السوالف، حتى نتهيأ ونفرش البيت مالتنا، لأن هسه احنا بشهر العاشر فما بقى لنا شي للشتاء إن شاء الله، ما تحسون إلا هجم علينا البرد. وطبعا هنا لازم أنا استعين بصديق، هنا ابني خطية حبي يساعدني، والله أنا ما قبلت، قلت له ماما عوفهن روح كمل واجباتك، ما قبل، قال لي ماما خلي وياك شوية هملتهي وشوية أخذ رست من الدراسة وبعدين إن شاء الله أرجع أدرس. فخطية هنا الله يحفظه ويحفظ أولادكم، بلش وياي يساعدني، دائما علموا أولادكم بناتكم يعني دائما وياكم يساعدوكم، هذا الشيء يفيدهم بالمستقبل، يعني يكونون البنية تكون سباعية يم عيالها، يعني ما يقولون عليها والله هاي يعني أمها كانت هيجي وسخة ما تتحرك ما أعرف شنو، لأن البنية دائما تعكس يعني أخلاق أمها وأخلاق بيتها اللي كانت متربية بيه. فإذا تروح للعيال أكيد راح إذا شافوها خوش بنية ومعدلة يقولون هاي أمها معدلة، بس إذا شافوها بنية يعني حشاكم أنتوا وسخة وما مهتمة بنفسها ما مهتمة ببيتها، أكيد راح يقولون هاي الصوج من الأم، الأم ما علمتها. فلازم تعلمون ولدكم، وحتى الولد هم نفس الحالة، واحد لازم يعلمهم على شغلات خفيفة، يعني هم راح يكبر وهم راح يتزوج وهم راح يصير عنده عائلة، فإذا مرته فد يوم مريضة فما بيها شي، يعني إذا ساعدها بشغلات البيت هذا شي مو عيب. ولو هسه الأغلب بمجتمعنا إذا شافوا رجال ساعد مرته راح يقومون يطلعون عليه أشكال وألوان من الحكي، والله هي مسيطرة عليها والله هي لا ما بيها شي، الحياة مساعدة ما بيها أي شيء. إذا الرجال ساعد مرته، إذا المرأة ساعدت زوجها بشغلات البيت ما بيها شيء، هذا الشيء مو عيب، أنا أعتبره هذا الشيء مو عيب. وحتى ولدنا إحنا هسه معلميهم، وخطية حتى أبوهم معلمهم، أمكم وحدها وما عندها بنية، أنتوا تساعدوها بالبيت. أنا والله مرات ما أقبل يعني ساعدوني، أقول خطية يعني عندهم دراسة أو هم ولد، بس لا هو يقول لي لا عوفيهم خليهم هم يساعدوك حتى باكر عقبه ما دين يتعلمون ببيوتهم ويا عوائلهم، وهم ما دين ولدهم يتعلمون نفس الطبع. فهذا الشيء والله انا اشوفه حلو، اذا ولد او بنيه ما بيها شيء، فعلموا اولادكم من هسه على الشغلات، حتى لو شغلات خفيفه يعني مو الا طبخ ونفخ وهاي السوالف، لا شغلات يعني خفيفه منهم ما وصغار، ها مو من يكبرون يلا تبدون تعلموهم، لا منهم ما وصغار علموهم بالبيت، ماما شيل هاي الحاجة وديها لفلان مكان، ماما عدل شربايتك، ماما عدل فلان شي. فلازم الطفل يتعلم حتى من يكبر راح ياخذها نمط بالحياة. فهنا كملنا الزوالي مالتنا وغسلت اكيد الطرمة لازم نغسلها، انا بعد طبعا عندي هم زوالي، ودخلت للمطبخ قلت خلي انظف دواخل الكاونتر لان صاير هوسة، فقلت أشارك وياكم هم للتشجيع، واللي متكاسلة شوية هم تقوم تنظف وياي، لأن أنا مرات ترى هم متكاسل، بس من أشوف فيديو تحفيزي لا والله أقوم وأنظف وأعدل بيتي. أنا كلش أحب يعني التنظيف والتعديل بالبيت، كلش أحبه، يعني حتى مرات أنا ضايجة يعني كلش ضايجة أو تعبانة أو شيء، يعني ما يجي ببالي إلا التنظيف والترتيب، أني أنظف وأرتب أحس نفسيتي ترتاح. أنتوا هم هيك بنات؟ لو بس أني والله يعني جديات مرات، يعني مثلا واحد يقول خل نطلع نتونس خلي ما أعرف شنو، أني لا عندي شغل البيت هو راحتي ونستي، فكلش أحب يعني التنظيفات والتعديلات في البيت. أكو بنية سألتني بالبيت قالت لهم حمودي أني ابني شوية يعني فهمه مو كلش بالدراسة فأريد شيء، أني هسه جربت شغلتين، خلي أحكي لكم على الشغلة الأولى وسووها، والفيديو الثاني راح أحكي لكم على الشغلة الثانية، لأن ذيك يعني آيات قرآنية وهاي الشغلات فيراد لها وقت يلا أحكيها لكم. فتكتبين على كل الكتب، الكتب بس مو الدفاتر، الكتب آخر ورقة
بآخر ورقة من الكتاب، تكتبين 1110 ميلادي و1111 هجري، تكتبيهن هاي الطلاسم يسموها على آخر ورقة من الكتاب على كل الكتب، تكتبين هاي الأحرف. والله بصراحة أنا سويتها هاي السنة، شفت فرق عليها، يعني هذا ابنهم شوية يعني مو كلش، فسويت الهي والله شفت فرق عليها. وإن شاء الله بالفيديو الجاي راح أحكي لكم على غير شغلة هم سويت الهي، أو بس حاليا هسه دا أجربها، يعني دا أشوفها فادت ويا أو ما فادت، حتى إذا فادت ويا أفيدكم بيها إن شاء الله، وإذا ما فادت لا راح أعوفها أكيد، لأن أني يعني أريد بس أفيدكم، ما أريد شغلات أنزلها مجرد حكي وها هي لا. فاكتبوا على هاي الطلاسم وإن شاء الله راح تشوفون فرق عليها. واللي وصلت لهنا شو تخليني قلب لون أخضر، هالنوبة على الأخضر قلبنا، ما أريد الأصفر، هسه النوبة الأخضر، فخلوني قلب أخضر، وخلوني لايك إن إيديكم الحلوة. وطبعا حبيت اشكركم واشكر تعليقاتكم الحلوه، اكيد راقيه مثلكم، لان لو ما انتم راقين ما تكتبوا لي هاي التعليقات الحلوه. وشكرا جزيلا لمشاركاتكم للقناه، طبعا دي يطلع عندي هوايه يشاركون قناتي بالواتساب وبالانستا، شكرا جزيلا لكم، واني كلش 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 احبكم، وان شاء الله تكبر عائلتي بيكم. هنا مثل ما تشوفون يعني تقريبا كملت نص الكاونتر، او الباقي همادين راح اشاركه وياكم. احكوا لي غسلتوا الزوالي بعدكم؟ اكو ناس تغسلها يعني بدايه الشهر، يعني هسه شلون اني نهايه الصيف، واكو ناس لا تغسلها بدايه الصيف وتشيسها وتضمها، اني مرات هم هيجي، ومرات لا والله اقول حتى اغسلها بنهايه الصيف يعني على وجه الشتاء وقبل انظف وافرشهن. فانتو من يا نوع، من النوع الاول لو من النوع الثاني؟ انا احب يعني اشوفها احلى يعني واحسن من واحد يعني قبل يغسلهن وينظف ويفرشهن، ما ادري احسهن هيش احسن. واليوم ما حكيت لكم خوبين على التوفير وهاي السوالف، اكو بنات قالوا لي محمودي وايد تحكين على التوفير ما نريد، فاليوم غيرت لكم عيني، يلا حتى للضوجين سندوساتي اليوم جبت لكم غير مواضيع، اهم شيء مضوجن. هو شعدنا احنا غير التوفير وهاي السوالف، لان اغلب الناس قاعدين اجارات، فيحتاجون هيك شغلات او راتبهم محدود، فدائما اني تجيني يعني تعليقات ام حمودي نزلين هيك فيديو او نصائح، فاني على التعليقات مالتكم انزل لكم الفيديوهات والنصائح. فحبيبتي للضوجين يلا اليوم غيرت لك دللي. اليوم عندي الباميه، باميه ناس تسميها باميه ناس تسميها بانيه، هم لا تجيني وحده تقول لي ليش هي هاي باميه لو بانيه، يلا عادي بانيه باميه بكيفكم. فحبيت اشاركها وياكم، واكيد هنا نحمس اللحم كل زين وبعدين نضيف الباميه الطيبه ونخلي لها طماطه، اكيد لازم الباميه انا اخلي لها طماطه، ما اخلي لها يعني بس معجون، اخلي طماطه ومعجون، اكو ناس لا تخلي بس معجون، انا اشوفها بالطماطه تصير كلش طيبه، يعني اكو اكلات يعني ما ترهم لها الطماطه واكو اكلات ما ترهم لها المعجون، سبحان الله. فصارت هاي الباميه مالتنا الطيبه اللذيذه، واكيد راح نسوي وياها التمن ويكمل الغداء مالتنا ونصبه ونتغدى، واكيد سهمنا وسهمكم الف عافيه. وبعدين ايش راح نسوي؟ راح نصب الشاي الى معدل ابو الهيل، لان ما يحلى الاكل اذا مو شاي، انا مو دائما يعني اشرب الشاي، مرات اشربه ومرات لا والله غلس علي وما اشرب. ولهنا حبايبي خلص الروتين مالتنا والفيديو، واقول لكم اني كلش احبكم مع الف الف سلامه.